بعد غياب دام 63 عاما، عاد الكاتب خالد عيسى من غربته في السويد ليأتي إلى البلاد في زيارة ثقافية للمرة الثانية على التوالي، وفي لقاء الشعر الذي عقد في مدينة حيفا تم مناقشة روايته الجديدة الصعود إلى الناصرة، وهو يتحدث عن زيارته الأولى للبلاد والأثر الذي تركته، وكأنه وهو يمشي في شوارع المدينة يمسك حلمه بالوطن، ذلك الوطن الذي لطالما سمع عنه من روايات آبائه وأجداده عندما جارت عليهم الدنيا وقذفتهم النكبة لإحدى مخيمات اللجوء في حمص في سوريا، إلا أنه بعد الزيارة الأولى استطاع أن يترجم الحلم والمشاعر في أوراق مكتوبة يقرأها محبو الأدب. بيان حجرات كانت في لقاء الشعر والتقت بخالد عيسى. المكتبة العامة هي العمل على خلق جو ثقافي راق للمجتمع، وأهم شيء تكون المكتبة هي فعالة وليست مخزن للكتب. الفعاليات بالطلاب وكذلك الجمهور الكبير، فإحنا فكرنا كيف ممكن نجذب الجمهور الكبير، وكان لنا مشاريع عديدة، منها لقاء الشهر، منها نادي القراء. اليوم رح نستضيف كتاب مغتربين، ربع المدهون مقيم في أسبانيا، حائز على جائزة البوكر في 2016، وهي لأفضل رواية عربية وليس فلسطينية، عربية عالميا. وخالد عيسى كاتب مغترب في السويد، وهو كاتب لامع يزور البلاد المرة الثانية بعد 63 عام، وهو مولود في مخيم قرب حمص، فأصدر كتاب الصعود إلى الناصرة، ونحن بصدد طبعا مناقشة الكتاب. كتاب صعود للناصرة هو نصوص عن جولي، عن زيارتي الأولى اللي صارت ب 2016، أول زيارة كنت فيه وما زلت في خريف العمر. أنا ولدت خارج فلسطين وأهلي حكوا لي عن فلسطين، فهذا الوطن الشفوي المروي بالرواية جيت أشوفه على الأرض على الواقع. طبعا هي زيارة المشاعر أكثر من هي زيارة الأماكن. بفلسطين بتحسي حاله الواحد بيمسك حلمه وهو يتجول بالبلاد، بتزور حلمك يعني، لأنه هاي البلاد يعني في فلسطين الشتات تحديدا ملايين فلسطين بيحلموا أنه يكونوا بهاي على أبلادهم، وياما فلسطينيين ماتوا بحسرتهم وما إجوا. حتى نورجي العالم كله إصدارات فلسطين، الإصدارات اللي لا تقل قيمة عن كل الدول العربية. فعندنا هون حاولنا بالبداية نشر الكتب لعرب الداخل وقمنا بذلك، ونشرنا إميل حبيبي، مجموعة الكاملة، راشد حسين، سميح القاسم وغيرهم من الأدباء. انتقلنا للشتات وخدنا يعني كبار الأدباء المجدين في الشتات، وفزنا مع أحد أدباء الشتات ربع المدهون في كتاب مصائر سنة 2016 في جائزة البوكر، أحسن جائزة للرواية في العالم. فعم نجمع في الفلسطينيين الموجودين في الشتات من الأدباء، وبنحاول نصدر لهم كتبهم والأبحاث اللي بيقدموها حتى نورجي لكل الفلسطيني شو عم بيعمل. فلسطين بحسها بتشبهنا، ما بتشبههم، احنا بنشبهها. بحسهم سواح لما بشوفهم في بلادنا، ما بيشبهوا الأرض، ما بيشبهوا المكان. فالحقيقة مهما طوال الزمان ومهما الأمور كانت صعبة، بس بالأخير الأرض بتعرف ناسها وشعبها.